être rien. C'est payé, balayé, oublié. على فين؟ داخلة معاكي الاجتماع. بكرشك ده؟ ده مش كرش، ده انا حامل. ايه؟ حامل؟ عادي، اهلي عارفين، ما انا متجوزة. وكمان متجوزة؟ ده كان يوم. يا سفلة يا وطية يا وطية يا وطية، فخور قوي انك حامل. طب الكرش بيروح، لكن الحمل بيقعد شهرين ويستوي وتتحفينا بقى بعيال. شايفة شكلك بقى عامل ازاي؟ ايه البقليلة دي؟ مالي يعني؟ مناخيري فشرت وداني تنقرت. ده انا بس ديتها اولد وهتلاقيني مززة المززللي. قصدك تفقسي؟ انت بتحلمي؟ وريني ايه؟ فريدة افقدي الامل. انا فاقدة من زمان. اتشأمي، اكتئبي، عندي اكتئاب وبتعالج. انت من النهاردة مش انت. امال انا مين؟ انت واحدة تانية. شغالة للبيبي وشغالة لابو البيبي. من عن ابو البيبي؟ وشغالة لشغالة البيبي. ربنا يفرمها وياخدني عشان ترتاحي. ايه ده؟ ده ابني علي بيعشق البوزو، وعلى طول تلاقيه نايم على بوزو. وده بقى هيدخل الاجتماع؟ ما اعمل ايه بس؟ ده يترزع هنا. ماشي. الحمد لله وصلت على خير. أهم مسؤول تسويق إعلاني عندي في الشركة، الآنسة نال الحلوان. على فكرة ممكن الشركة ما يوافقوش، أنت الأوفر بتاعكو عالي عالي قوي. أرجوك يا أبو سيدك الحيوم العنيل حيطير. 10%. ده ابتزاز خالص. وده عميل مروح مالص. اوكي يا بنت الحلواني، جو هيد. اوكي يا كوتش. اسمع يا استاذ عسل. عسل ايه؟ اسمه حسن. حسن؟ طب ما تقول حسنين وخلاص. اسمع يا استاذ حسنين. صفقة ضاعت يا كوتش. الو أستاذ علي، إزيك يا أستاذ علي؟ 3 مليون؟ واو، بس أنا طالبة أكتر من كده. أستاذ علي لو حضرتك هتتأخر، إحنا قاعدين مع أستاذ حسن وهنضطر إن إحنا نديله الحملة. إيه؟ بتقول كام؟ 4 مليون؟ في التليفون 4 مليون، أو في الحقيقة بقى لو جه هيبقى كام؟ 5؟ 5؟ مش ممكن مش ممكن. شركة أستاذ علي عرض 4 مليون وخلاص هتاخد الحملة. يعني إيه؟ يعني خلاص نتقابل في صفقة تانية. إيه ده إيه ده؟ إيه التصرفات دي؟ كل ده عشان طلبنا مهلة؟ لعند أمك أفندم. شيل كمك يا أستاذ عماد، معقول حضرتك يعني هقول لك عند أمك وحضرتك هتدفع معانا 5 مليون جنيه؟ يعني ده مش لوجيك حضرتك. مش اقعد يا حسن، اقعد حاجة. إحنا هناخد الصفقة وندفع 500,000 جنيه زيادة. مليون 750. أوكي موافقين. هنفكر. هنفكر. 900. 850 ومش هدفع جنيه زيادة. اوكي دان دان. على فكرة انت كل مرة بتخسرني كل اصحابي. فاكر المرة اللي فاتت خسرتني سامي؟ فاكره؟ عمولة استاذ علي. فلوس؟ ده انا هاكله بوزه لحد ما يبقى كلبوزه. كلبوزه؟ كلبوزه؟ ايا خلودة. الورد جي اهو، والخاتم تحفة. واو. غدا عندي مشكلة رهيبة الظهر، في واحدة صاحبتي في الشغل اتهفت في نفخة وعايزة تتجوز، فقلت أعدي عليها أعزيها. أوكي، هابي فالنتاين. بيع عبيطة تبيع حريتها عشان راجل يطول إيده عليها، وفي الآخر يبليها ب10 ريال وتطلع هي فيهم، وهو يروح يشوف نفسه. ما هو راجل 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 راجل.
مبروك يا طنط. الله يبارك فيكي. ربنا يجعل اخر الاحزان ان شاء الله. مش قادره ابص. كنت عارفه انك مش ممكن تتخلي عني في يوم زي ده. صح صح. هو الواحد ليه ايه عند صاحبه؟ وبعدين مش لازم اقف معاكي في محنتك يا خايبه. يا سوسو مقدرش يقعد دقيقه واحده من غيرك. حسيبك تتسلي بالفرح بقى. ها هو انت يا طنط مش اتجوزتي قبل كده؟ طبعا اتجوزت. ما خلفتها ازاي؟ طيب وما نصحتهاش ليه؟ هتعملي ايه يا سوسو؟ برضه هترمي الورد اللي انا جبتهولك؟ ايوه ما كل العروسات بتعمل كده يوم فرحهم، دي عاده فرعونيه. ايوه بس انا طالع عيال لما جبته. طب لما يبقى يقع على راس اي حد يبقى اجري وراه وهاته. انت بقى حلال فيك الجواز. يا ريت يا ريت يا حبيبتي. نهار اسود. انا بعتهولك اهو دلوقتي. ها حلو؟ اوكي. لا 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 دي دبانه دبانه جنبي. طيب بصي عليه وكده. طيب بصي عليك كلميني يلا باي. بحبك. ميتو يا بيبي. ميرسي يا حبيبي. يلا هناكل ايه بقى؟ لان احنا بقالنا قد ايه مع بعض؟ خمس دقايق. لا مش قصدي من ساعة ما حبينا بعض يعني. انا هاخد بيكاتا. ناني. خلاص بقى ما تقفش. يعني قول ايه خمس ست عشر سنين كده. طب وبعدين؟ وبعدين بقى انا هاخد الحلو عندهم هنا مش شوكولاي جنن. انا مسافر. تيجي بالسلامه يا بيبي. لا انا مش مسافر مشوار وراجع. انا مسافر اشتغل في دبي. واو انا كمان مسافره بكره عندي مؤتمر في باريس. وانت بقى تقضي حياتك كده كلها سفر؟ تفضلي عايشه لوحدك؟ لا معايا الموبايل بتاعي والايباد وكلبتي. مش ناويه تتجوزي بقى؟ عندك عكس والله. وانا ليه كل ما اجيب لك سيره الجواز كده بتعملي فيها عبيطه؟ آه قلبي مش عارفة ليه قلبي اتقبض كده فجأة. هو أنت كنت بتقول حاجة؟ كنت بقول يا ستي إن أنا عاوز أتجوزك ولو وافقتي هأجل سفر أسبوع نتجوز وبعد كده نسافر مع بعض على دبي. وبعدين بقى في سدة النفس دي جواز إيه؟ وأسيب شغلي وبيتي ويا ترى الجواز ده بقى كومبو والخلفة في الباكج ها؟ وجسمي يبوظ وأقف في المطبخ وشعري ما فكرتش في شعري؟ لا والله أنا آسف ما فكرتش في شعر حضرتك. يعني أنت بترفضي؟ لا برفض. دي كلمة صغيرة جدا من أربع حروف لكن أرفض خالص مالس نيفر إيفر نو بيبي بيكول. بيكول إيه؟ أنا عادي خمس سنين. فاين هستناك. وبعدين هما الخمس سنين إيه؟ ما إحنا بقالنا مع بعض عشر سنين حسيت بيهم؟ لا ما حسيتش. شفت؟ ما حسيتش. على فكرة أنت ما طلبتش حاجة. لا طلبت بس واضح اللي طلبته مش موجود في المنيو. مش في المنيو؟ وطلب لحمة راس ولا ايه؟ أكدت إحصائية عن الجريمة أن هناك رجل يقتل كل ثلاث دقائق. ده رجل غلبان قوي كل ثلاث دقائق يقتلوه. يا صبره طولة بال والله. الدارو دلوقتي الدارو. يلا اهربوا على بيتك 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 بيتك. مش قلت لك مليون مرة يا معفن ما تقعدش مع الرجالة قدام البيت؟ يعني أنا لقيت ستات أقعد معاهم وما قعدتش. ودي منظر كائنات تقعد مع ستات؟ ست غيورة ونفسنا. أيوة. ما لو شافت الستات اللي الستات اللي صحيني الساعة 7 الصبح عشان عندي طيارة. أوكي. أرليت في طيارة. يا طيارة 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 ي
السلام عليكم. دي الطياره اللي حصيت. الله اكبر. محدود يا اختي ولا فاضي؟